النجم التالي. مسرور لأن روبن اختار ستار فاير ولم يختارني. روبن فضل موسيقى الجاز على صداقتنا الطويلة. جاز، لنرى ماذا سيحصل. هل أشعر بالندم لاستبدالي بيست بوي؟ دعوني أفكر. لا، والهدف من هذه المسابقة هو الفوز، وأيضاً أظن أن ستار فاير ستكون الشريكة المناسبة. النجم التالي. حسناً ستار، هل أنت مستعدة لبذل قصارى جهدك؟ لست مستعدة. هل ستكرسين مواهبك جميعها لتبلغي مرحلة الشهرة؟ لا على الإطلاق. هل ستقومين بالتضحية بكل ما تملكين في سبيل تحقيق حلمك؟ أجيبي هيا. أفضل ألا أفعل. أنا لا أسمعك جيداً. لن أفعل. ألا اختر أحداً آخر. أنا لن أتخلى عن حلم يراودني منذ بضع ساعات. كان روبن محقاً، أنا لم أبذل قصارى جهدي، لذا سأتخلى عن كل ما لدي من أجل الجاز. النجم التالي. ماذا؟ هذه الأسماك رائعة. الذي يجري، لدينا حالة أسماك طارئة، اتصلوا بالطوارئ، فليحضر أحدكم حوض سمك إلى هنا. النجم التالي. كان العرض فاشلا جدا. ها، أرأيتم؟ يبدو أن البطل الأقوى في العالم عاد الأقوى على الإطلاق. حان الوقت لأقدم لكم أنا وستار فاير ما قمنا بتحضيره طوال الوقت. إنه العرض الأجمل على الإطلاق الذي سيشهده الكون. هل أنت مستعدة؟ لا لست مستعدة. ممتاز، الجهد الذي بذلته سيأتي ثماره. مستحيل، لن تأتني ذلك المسرح من دوني. انسى الأمر بيست بوي، أنت لا تستحق هذا. لا بل أستحقه، انظر إلى هاتين اليدين جيدا. إنهما مهترئتان، لكن لا، سيدمر هذا ستار فاير حتما. أنا لا أمانع. لو أخبرتنا بهذا الكلام من قبل هذا لم يكن ليحصل. هيا بنا ستار فاير. معنا يا ستار، أريد فقط أن أقول حظا موفقا. ادخلي، لن أسمح لك بالذهاب والقضاء على حلمي الخاص. شكرا لك، سأكون في أمان هنا من سماع موسيقى الجاز. لقد وصلنا إلى النهاية، هذا هو العرض الأخير والحاسم. إذن ماذا ستقدم لنا؟ جاز. جاز؟ لكن تلك موسيقى قديمة، أمل أن يبقى الحكام مستيقظين بعد عرضك هذا. قلت لك انتهى أمرك. أنا لم أتخلى عن كل شيء وتمرنت على العزف في السودان، هذا هو حلمي. أتظنني سأسمح لك بالبقاء على المسرح وإفساد عرضي الآن؟ عجباً، أتظنين أن العرض سينجح؟ لا، الجاز، أتذكر؟ إذا أفسدت لي عرضي فسوف أقضي عليك بكل طريقة ممكنة بيست بوي. ابتعد من هنا يا صديقي، سأبدأ العزف على الطابل.